الذي يحكم المغرب هو جلالة الملك، هذه الحقيقة. ثانيا النفوذ المالي، معظم رجالات الدولة العامقة لهم استثمارات مالية قوية كيوصل التأثير ديالو حتى للبرلمانات من أجل التحكم في الدور التشريعي. بحال أخدنوش مثلا، هو اللي كيتحمل الضربات من قبل الشعب، هو واجهة فقط. وكما قال بن كيران ذات يوم فاش كان يتحدث في أحد البرامج في أحد القنوات الفضائية، أن رئيس الحكومة هو موظف فقط عند الملك، رئيس لها. وكما لا يخفى عليك وحسب الدستور المغربي فرئيس الحكومة له صلاحيات ليست مطلقة. الذي يحكم المغرب هو جلالة الملك، هذه الحقيقة، وهذا هو الدستور، هذا الذي يقوله الدستور. لكن لرئيس الحكومة صلاحيات في حدود هذه المرجعية الأولى في الحكم، حتى تكون الأمور واضحة، حتى لا نغر الناس أنه لسنا بصدد هذا. ما يعتقده بعض الناس أن رئيس الحكومة في المغرب لديه كل الصلاحيات وهو الذي، غير صحيح، اعتقاد خاطئ، غير صحيح، والدستور لا يقول هذا. حسب الدستور جلالة الملك هو رئيس الدولة، حسب الدستور جلالة الملك هو أمير المؤمنين، وكذلك هو رئيس السلطة القضائية، وهو رئيس القوات المسلحة، إذن هو رئيس كل شيء، ورئيس مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يختلف عن مجلس الحكومة، مجلس الحكومة ترأسه أنا، مجلس الوزراء أنا عضو فيه. يعني هو مجلس الوزراء أيضا يترأسه الملك. يترأسه الملك طبعا. إذن فحتى تكون الأمور واضحة، يعني الذي يحكم في المغرب هو جلالة الملك. فالمغرب معروف أن الملك دائما هو اللي كيعين بما يسمى بوزارة السيادة، وزارة السيادة كلها، يعني إدارة الدفاع الوطني كانت وزارة من بعد ولات إدارة الدفاع الوطني بعد الانقلاب في عهد الحسن الراحل حسن الثاني رحمه الله. وزارة الداخلية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تابعة مباشرة لمؤسسة إمارة المؤمنين، وزارة الخارجية، حتى الوزارات الأخرى فهي لا تخلو من وجود موالين لها حسب الدور والأهمية، منها مثلا وزارة المالية، وزارة الثقافة والإعلام، وغيرها من القطاعات الأخرى. ثانيا النفوذ المالي، معظم رجالات الدولة العامقة لهم استثمارات مالية قوية، يصنعون نخبة اقتصادية ريعية تعمل وفق أجندة وضعتها لهم الدولة العامقة. أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسيطر عليها الدولة العامقة هي قطاع الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب مثلا، وصناعة التحويلية، وصناعة الغذائية، وقطاع الطاقة بجميع أنواعها حسب الأهمية لدى الدولة، قطاع البناء كذلك وما يرتبط به، وعلى رأسه الإسمنت والحديد والصناعة الحربية والتجارة المرتبطة بها. وكيكون لهذه الشركات العملاقة نفوذ مالي قوي كيوصل التأثير ديالو حتى للبرلمانات من أجل التحكم في الدور التشريعي، بمعنى وضع القوانين وفق مصالح الدولة العامقة عن طريق هاد البرلمانات المتحكم فيها، أو الدور الرقابي. وأبرز مثال ذلك هو تدخل كبرى شركات السلاح مثلا في الكونغرس الأمريكي من أجل سن واحد مجموعة ديال التشريع، مجموعة ديال التشريعات كتخدم مصالح هاد الشركات، وكيوصلها بالنفوذ إلى الحكومات خاصة اللي كتكون ضعيفة من أجل تمرير المشاريع والمخططات ديالها في البرامج الحكومية. في مصر والجزائر كنلقاو أن الدولة العامقة كتمثل في الجيش، تسيطر على قطاعات اقتصادية واسعة وضخمة، لا تترك للمدنيين إلا قطاعات اقتصادية في الغالبية ديالها غير مؤثرة، أو كتكون يعني دون القدرة التنافسية مقارنة مع القطاعات اللي كتحكم فيها الدولة العامقة. ثالثا القوة الإعلامية، هي من القوة الإعلامية من القوى الضاربة التي تستعملها الدولة العامقة باش كتلمع الصورة ديالها أو الإجهاز على أي معارضة ديال هذه الدولة، وكتستعمل كذلك للتأثير الفكري والنفسي على الجماهير، وكتجعل واحد الصورة نمطية في ذهن الجمهور، إما عبر تحسين هذه الصورة أو شيطنة هذه الصورة وفق رؤية الدولة العميقة وحسب الحاجة. هذا الدراع استعملته الأنظمة الاستبدادية على وجه الخصوص، مثل نظام جمال عبد الناصر، نظام حافظ الأسد، ونظام حسن الثاني رحمه الله، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية
خلال حرب فيتنام استعملاته وحرب الخليج الأولى. ومن خلال الإعلام كيتم توظيف الفنانين والمثقفين والسياسيين من أجل تمكين المشروع الدولة العميقة وترسيخ هذا المشروع، وصناعة ولاءات وأتباع من مختلف الشرائح الاجتماعية من أجل استعمالهم عند الضرورة، مثل الدورة المضادة في مصر يوم 30 يونيو ديال عبد الفتاح السيسي ومثله من انقلاب، كذلك مسيرة ولد زروال بالمغرب معروفة. النقطة الرابعة واللي هي مهمة ولا تقل أهمية الاستعمالات ديال الدولة العميقة، كاين الدراع الأمني اللي هو آلية فعالة وقوية من أجل الضبط، من أجل التحكم في المواطن بعد أن يتم استغلاله اقتصاديا وتدجينه ثقافيا وإعلاميا، وأي محاولة من أجل النقد أو الاحتجاج أو المعارضة لكتكون فئة قليلة استعصت على هذا الاستغلال وتدجين، كيجد دور ديال الدراع الأمني من أجل ضبط الشارع باستعمال القوة وأحيانا العنف، كذلك استعمال آلية المتابعات، آلية المحاكمات والملاحقات اللي كتقوم بها أجهزة الأمن السرية والمخابرات بالدرجة الأولى. هذا يقع في العالم بأسره مع جعل القضاء اللي كيكون في خدمة هذا الدرع الأمني وفي خدمة كإجراءات، وكيكون إجراءات عقابية كما طرا في مصر اللي تعتقل واحد العدد كتير بزاف من المعارضة بعد انقلاب، وقع في مصر كذلك في عهد مبارك وعبد الناصر، وفي تونس في عهد بن علي وبورقيبة سابقا، كذلك تركيا يعني كانت تحت حكم الجيش كما وقع الرئيس عدنان مندريس الذي تم إعدامه سنة 1961 أظن، وفي عهد الحسن الثاني كذلك. وهذا أسلوب ومنهج معظم الأنظمة الاستبدادية عبر العالم. ما هي علاقة الدولة العميقة بالخارج؟ لابد لأي دولة عميقة من أجل الحفاظ على وجودها وضمان استمرارها أن تكون لها ارتباطات بدولة ما أو بدول خارجية تحقق لها الدعم السياسي، تحقق لها الدعم المالي والدعم العسكري أحيانا. في المقابل ترعى هذه الدولة العميقة مصالح تلك الجهة من ناحية اقتصادية، مصالح ثقافية، مصالح سياسية كذلك. وباش نعرفوا أهمية هذا الأمر هذا يكفي ملاحظة واحد ملاحظة في الشرق الأوسط، كيف صمد النظام السوري والدولة العميقة ديال النظام السوري بعد التدخل السياسي من بعد الثورة، تدخل سياسي ومالي وعسكري لكل من روسيا وإيران رغم استمرار الحرب الأهلية لسنوات، إلى أن النظام السوري والدولة العميقة السورية أصمدت، في حين انهارت دول مثل ليبيا، اليمن، العراق، انهارت الدولة العميقة في الدول التي لم تجد أي سند استراتيجي خارجي يحافظ عليها ويحميها من الانهيار بعد ذهاب المصلحة أو ضعف البعد الاستراتيجي أو تعاظم خطر تلك الدولة كما حصل العراق في عهد صدام حسين. غير أن العراق عرف في السنوات الأخيرة صراعا كبيرا من أجل بناء دولة عميقة جديدة بين إيران وأمريكا، في حين أخذت الدولة العميقة المتمثلة في الجيش في مصر بزمام الأمور وأجهزت على التجربة الديمقراطية لفتية محمد مرسي ديال الإخوة المسلمين بتواطؤ مع الكنيسة المصرية والكنيسة العالمية وبدعم المال الخليجي الممول الرسمي للجيش المصري بإعاز وبدعم من الدول الغربية خاصة أمريكا اللي تجاهلت كل الانتهاكات وكل الجرائم التي ارتكبت في حق الحكومة الشرعية والموالين لها وبرعاية رسمية للكيان الصهيوني كذلك الإسرائيلي. أهم ما يحمي الدولة العميقة ويحافظ على وجودها واستمرارها هي وجود دولة أو دول خارجية تربطها مع اللوبي المتحكم، فللدولة العميقة مصالح استراتيجية كبرى منها الاقتصادية والسياسية والثقافية، وقوة الارتباط والحماية مرتبطة بقوة المصالح المشتركة. شنو هي علاقة الدولة العميقة بالحكومة السياسية؟ تتعاقب وتتوالى الحكومات وكتبقى الدولة العميقة مستمرة في وجودها، محافظة على كيانها، متمسكة بأجهزتها، متماسكة بين أركانها، وإن تغيرت الوجوه واستبدلت الرجالات وتنوعت الأدروع والآليات يبقى هو نظام سيستم متبع متوارط عبر الأجيال. وتعاقب الحكومات يعني تعدد السياسات، تقلب المواقف، تحول الولاءات، وبالتالي
قد تقع بعض احتكاكات والاصطدامات اللي كتكون خفيفة وعابرة، وقد تكون ثقيلة ومؤثرة، وقد تصل إلى كونها ساحقة ماحقة حسب الأحوال والتوجهات والظروف وحسب الشخصيات. هذه الظاهرة عرفتها مجموعة من الدول العربية والغربية على حد سواء، ولات قانون كوني ولازمة سياسية. بالفعل قامت الدولة العميقة على زعزعة مجموعة من الحكومات السياسية وإسقاطها أحيانا باستعمال أساليب متعددة، من بينها تشهير تشويه السمعة على القضية ديال لوينسكي مع رئيس كلينتون، أو توريط فضائح مالية بحال قضية ساركوزي فرنسا، أو استعمال انقلابات كما وقع لتشافيز في سنة 2002 في انقلاب ديال 48 ساعة الفاشل، كان انقلابا فاشلا، والرئيس أردوغان في تركيا، أو استعمال آلية البرلمان كما وقع للرئيسة ديلما روسيف في البرازيل، أو انقلاب عسكري مباشر كما وقع للرئيس الشرعي مرسي في مصر. غالبا ما تعاني الحكومة السياسية من تغول الدولة العميقة وتوغلها في شرايين الدولة اللي كتسعى إلى تطويع هذه الحكومة وتضيفها وفق أجندة الدولة، هذه الدولة، وإخضاعها لسياستها وأولوياتها. وكلما كانت الحكومة السياسية قوية بشرعيتها الانتخابية وبالإنجازات التنموية ديالها وبالعمل ديالها لفائدة المواطنين من أجل تحقيق الحرية والكرامة والرفاه، كلما تم إضعاف الدولة العميقة. وهذا الشيء اللي وقع في تركيا بعد فشل الانقلاب ديال 15 يوليوز والقضاء نهائيا على فلول الدولة العميقة من إعدام الرئيس عدنان المنظري سنة 1961